نقل معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس جودني جوهانسون رئيس جمهورية أيسلندا وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أيسلندا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار. نعم، جاء ذلك خلال تقديم أو خلال مراسم تقديم معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية أيسلندا كسفير لمملكة البحرين غير مقيم، وأعرب معاليه عن حرص وتطلعات المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يسهم في دعم أواصر الصداقة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما نقل فخامة رئيس جمهورية أيسلندا تحياته إلى عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مرحبا بمعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفيرا لمملكة البحرين في بلاده، متمنيا له ولسفارة المملكة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة. هذا وقد أقام فخامة رئيس جمهورية أيسلندا في اليوم ذاته حفل استقبال لجميع السفراء المعتمدين الجدد بحضور عدد من كبار الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين في لدى جمهورية أيسلندا، كما التقى معالي الشيخ فواز مع كل من سعادة الممثل الدائم لوزارة الخارجية الأيسلندية وسعادة المدير العام للتجارة الخارجية وسعادة المدير العام للشؤون الدولية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بمختلف مجالاته، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف ذات الأهمية المشتركة للبلدين الصديقين.